بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من سورة صاد، من السورة 21 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم جاءت في سياق الحديث عن قصة داود عليه السلام، ذلك النبي الصالح الذي أعطاه الله ملكا عظيما. فقد مر قبل هذه الآية قول الله عز وجل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا عظيما، ومع هذا الملك أعطاه الحكمة وهي النبوة، وأعطاه الله فصل الخطاب. وفصل الخطاب أن يكون ما يخاطب به الناس مفصل واضح للناس، وأيضا من فصل الخطاب أن يفصل فيما يعرض عليه من الدعاوى والخصومات. ولهذا نجد أن بعض المفسرين فسر فصل الخطاب بأنه الشهود والأيمان، يعني الشهود على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا فصل الخطاب الذي يفصل بين الناس، لأنه لو أعطي كل من ادعى دعوة بدعوة لأكل الناس بعضهم مال بعض. لكن فصل الخطاب أن يكلف المدعي بالبينة، ومن أنكر فإن عليه اليمين. ثم بعد هذا الثناء عليه ذكر قصة حصلت له صلى الله عليه وسلم، وهي أن خصمين تسورا عليه المحراب، تسوروا عليه المحراب وهو متفرغ لعبادة الله، ويدل هذا على أنه كان قد أقفل الباب أو جعل عليه حراسة، لأنهم لا يتسورون بمعنى يصعدون على السور وينزلون إليه من غير الباب إلا لما منعوا من الدخول عليه، فكان قد اختلى لعبادة ربه في
في محرابه يذكر الله عز وجل، فتسوروا عليه السور، ثم فزع منهم، لأن الذي يأتي ويتسور عليك من غير طريق الباب فإن هذا يشكك فيه ويجعل الإنسان يفزع منه ويخاف، لكنهم طمنوا وقالوا لا تخف، يعني نحن أتينا نتخاصم ونريد أن تحكم بيننا. فسمع قول المدعي وأن له 99 نعجة، وأن سمع قول المدعي وهو أنه له نعجة واحدة، وأن المدعى عليه عنده 99 نعجة، وأنه طلب من هذا المدعي أن يأخذ نعجته حتى يكمل 100 ويتركه بلا نعاج، وهذا أمر ملفت، هذا أمر ملفت، عنده 99 نعجة ويأخذ يطلب النعجة الواحدة ليكمل 100. وعزني في الخطاب، يعني غلبني ليستولي على نعجتي. ولهذا لما سمع داود هذه الدعوة مباشرة قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وأن هذا حال كثير من الخلطاء، لأن المتقين من الناس قلة، وأما أكثر الناس فهم ليسوا أهل تقوى، كما دل على ذلك الحديث أن الله عز وجل يخاطب آدم يوم القيامة ويقول: يا آدم أخرج بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من 199 إلى النار وواحد إلى الجنة، يعني 1% هذا نصيب الجنة و99 نصيب النار. فأكثر الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا أهل التقوى، فإن التقوى تحجزهم من البغي والتجاوز والظلم. لكن داود استشعر أن هذا فتنة له، فلماذا استشعر داود أن هذا فتنة له؟ بنو إسرائيل لهم روايات وهم يتجرؤون على الأنبياء ويقولون قولا يخدش في الأنبياء، والأنبياء منزلتهم عند الله رفيعة، فإن الله عز وجل إنما يصطفي الأنبياء اصطفاء، فهم من أكمل الناس وهم من أعظم الناس خلقا، ولهذا هم قدوة يقتدى بهم. فماذا ينسبون إليه؟ ينسبون إليه أن له نساء كثيرات، داود عليه السلام عنده 99 امرأة، وإن عنده قائد، عنده امرأة جميلة، فأراد داود أن يضمها إلى نسائه، لكن كيف يفعل ذلك ولها زوج؟ فأرسل زوجها للقتال للحرب، وقال: إذا قتل أتزوجها. فجاء الملكان، أو جاء الخصمان وهم ملكان في صورة بشر، لينبه داود إلى ما دار في نفسه. وهذه القصة بهذه الكيفية التي ذكروها يستبعد أن تصدر من نبي الله داود، بل هم يقولون عشق المرأة، وهذا يستبعد من نبي الله داود، فإن الأنبياء لا يقعون في المعاصي، بها يقع منهم ذنوب، لكن ذنوب ليست من الكبائر وليست مما يعارض الأخلاق. ولهذا لا يلتفت لهذه الإسرائيليات،
طيب، فإذا كنا لا نلتفت لهذه الإسرائيلية، هذا الخبر الإسرائيلية، فما معنى الآية؟ فإن الله ذكرها لنا للاعتبار وشوقنا إلى سماعها، وقال وهل أتاك نبأ الخصم، تشويق. فالمفسرون قالوا فيه احتمالات، أما الاحتمال الذي ذكره بنو إسرائيل فإن هذا مستبعد، إلا أن يكون ورد خاطر، مجرد خاطر، أنه لو ما هو أرسله ليقتل، لا، مجرد خاطر أنه لو قتل في سبيل الله فإنه يتزوج امرأته، إذا كان مجرد خاطر مر على نفسه ولم يفعل شيء، لم يرسله لأجل أن يقتل، وليس هناك عشق كما ذكروا، فورود هذا الخاطر ليس ببعيد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخاصمت زينب وزوجها ورد عنده هذا الخاطر، لكنه ما أبداه، بل نصح زيد أن يبقي زوجته، والله عز وجل عاتبه وقال وتبدي في وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. والذي أخفاه صلى الله عليه وسلم أنه لو طلقها فإنه سوف يتزوج، لكنه أخفى هذا ونصحه، قال أبقى عليك زوجك. فهذا الخاطر ليس فيه عشق وليس فيه تخطيط ومكر بالرجل ليقتل، فهذه الصفات التي ذكروها فهذه مستبعدة البتة وتعارض عصمة الأنبياء. وأما مجرد خاطر مثل هذا فلا حرج فيه، لما يكون حديث نفس من هذا فلا حرج فيه، لكن الله أعلم هل الذي ورد عند داود من هذا الجنس أم إن الذي ورد عند داود، قال بعض المفسرين لأنه احتجب عن الرعية، لأنه احتجب يتعبد، والأصل أن من عنده وظيفة عامة لا يحتجب عن الرعية، فاضطر إلى أن يتسور المحراب عليه، ولذلك العمل الذي نفعه يتعدى وهو الحكم بين الناس والفصل في الخصومات مقدم على التعبد الشخصي، فإن منفعة التعبد الشخصي تعود عليك، ومنفعة الفصل في خصومات الناس فهذا نفعه متعدي. فهل ولا يمكن للإنسان أن يبقى كل وقته لا يتفرغ، لا، لكن هل هذا التعبد كان في زمن أن يجلس للناس؟ ولذلك عوتب على هذا بعض المفسرين، قال هذا احتمال ولا نجزم بشيء. الاحتمال الثاني أنه تسرع في الحكم، فإنه سمع من المدعي ولم يسمع من المدعى عليه، وهذا ظاهر في الآية، لما انتهى المدعي من دعواه ما قال للمدعى عليه ماذا وأنت ماذا تقول، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. والأصل في الحاكم أن يسمع من المدعي والمدعى عليه، ولا يكتفي بسماع الدعوة فقط، فلهذا اعتبر أن هذا فتنة له، فهذا احتمال ثاني، هذا فيه احتمال ثاني في هذه القصة. لكن يبقى أن في هذه القصة أن الأنبياء إذا وقع منهم شيء مما
يرونه من الذنوب فإنهم يتوبون إلى الله ويرجعون بسرعة كما رجع آدم عليه السلام. ولهذا قال: فاستغفر ربه، فاستغفر ربه. فإذا شعر أنه قصر في شيء فهم سريع الاستغفار، سريع التوبة، سريع الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المسلم، أن يكون سريع التوبة وسريع الاستغفار وسريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. وهنا سجدة سجدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال هذه ليست من عزائم السجود، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة. لكن هذه السجدة تسمى ركوع، وخر راكعا وأناب. فهل هو ركع ولا سجد؟ ها يا أنس، ركع ولا سجد؟ طيب قال: وخر راكعا وأناب، يعني الركوع والسجود، الركوع يطلق على الخضوع، يعني خضع لله عز وجل وسجد لله سبحانه وتعالى. وهكذا من شعر أنه وقع في ذنب فإنه يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يصلي لله عز وجل ركعتين ويستغفر الله عز وجل، والله عز وجل يغفر له. ولهذا قال الله عز وجل: فغفرنا له ذلك. فمعنى معنى هذا أنه حصل من داود شيء ما، هل هو الاحتجاب عن الرعية، هل هو التسرع في الحكم. ولهذا قال: فغفرنا له ذلك، وإن عنده وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني حسن مرجع. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. والمراد بالإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لهم أخبار مذكورة في كتب، وعندهم التوراة وعندهم الأناجيل، وفيها تحريف وفيها كذب وفيها زيادة وفيها نقصان، فهذه لا نسلم بها إذا كان فيها ما يخالف ما عندنا. فإن كان فيها ما لا يخالف ما عندنا فإننا نتوقف فيها. وأما قوله ففزع منهم، قال: إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه، وهو أشرف مكان في داره. والمراد بالمحراب المكان الذي خصصه للصلاة، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسوروا عليه المحراب، أي احتاط به يسألانه عن شأنهما. وقوله: وعزني في الخطاب، أي غلبني. وظن داود أن ما فتناه، وهذا الظن هو غلب الظن ولا يقين، فإن اليقين يطلق على الظن أحيان. وفتناه يعني اختبرناه، أن هذه القصة فيها اختبار له. قال: وقوله وخر راكعا، أي ساجدا وأناب، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. قال: وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا. طبعا هذا يستبعد، أنه 40 صباحا لا يرفع رأسه ولا يأكل ولا يشرب ولا يذهب إلى الخلاء، لا،
لكن ربما تحمل على أنه أكثر وقت إذا قضى حاجة رجع وبقي في سجوده لله سبحانه وتعالى. وكل ما ورد عن بعض الناس أنه بقى 30 يوما أو 20 يوما أو نحو ذلك فلا بد أن تفسر بما يعقل، يعني الشيء الذي يعقل، يعني يذهب ويتوضأ مثلا ثم يرجع ويبقى في سجوده ونحو ذلك. نعم. قال: فغفرنا له ذلك، أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا المصطلح يعني يقال، هذا كلام يقال، إن يعني والمراد به ملخص بهذا المصطلح أن المقربين إلى الله زيادة، يعني مثل الأنبياء، فما يعتبر من الشخص حسنة إذا وقع منه شيء وفيه نوع من التقصير فيعتبر بالنسبة لهؤلاء سيء، تعتبر سيئة بالنسبة لهم، يعني في أشياء يفعلها الناس تعتبر في حقهم من المكروهات، لكن عند المقربين أعظم، عند المقربين أعظم، ولهذا يستغفرون منها ويحملون همها، يستغفرون منها ويحملون حمها حتى ولو كانت كلمة. يعني بعض من أصحاب النفوس الشفافة إذا حصل منه زلة بسيطة فتجده يقول قد تصدق بمبالغ وأعتق وفعل وصلى وصام كله، يطلب من الله أن يكفر عنه هذه الزلة اللي بعض الناس لا يهتم لها ويرى شيء عادي جدا، لأن المقربين لهم مكان رفيع ومنزلة. فهذا معنى قوله حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في سجدة صاد، إذا قرأها الإنسان في الصلاة هل يسجد ولا ما يسجد، على قولين: الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: السجدة في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ولا يقول ابن عباس ليست من عزائم السجود إلا عنده بذلك علم. نعم. ولهذا هذا الذي ذهب إليه الشافعي وأظن في رواية عن الإمام أحمد. لكن عن ابن عباس قال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة، ونسجدها شكرا. وقد ذكر في هذا الباب عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، يعني قرأ سجدة صاد فسجدت، فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع بها عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. انظروا إلى دعاء الشجرة: اللهم اكتب لي عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا،
وضع بها عني وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة، يعني قرأ السجدة سورة صاد اللي فيها السجدة، ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد: كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. نعم. فلو دعا شخص بهذا الدعاء، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به في السجود، فهو حسن لا شك في ذلك. نعم. وقال البخاري عند تفسيرها أيضا بسنده قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت، يعني ما هو دليلك على السجود في سورة صاد، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، ثم ذكر قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، يعني ما دام إننا مأمورون بأن نقتدي بهديهم وهم قد سجدوها. فكان داود عليه الصلاة والسلام من أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه الصلاة والسلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدلال من ابن عباس قوي جدا، والله عز وجل قد استجاب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذكر روايات بعضها لا يصح، لكن يعني الملخص أنه ينبغي للإنسان أن يسجد هذه السجدة في سورة صاد إذا قرأها. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد هذا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة، خليفة في الأرض. ما معنى خليفة؟ خليفة عن من؟ المراد أنه خليفة عن الله في الحكم بين الناس، فإن الله أراد أن تحكم شريعته، لكن الذي يحكم بها أهل العدل من عباده، فهو خليفة في الحكم بين الناس. وليس المراد أن الخليفة هو الذي يكون نائب عن الغائب، فإن الله عز وجل ليس بغائب، لكن الذي يحكم بين الناس من الناس، لا بد أن يكون هناك من يحكم بين الناس. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذه وصية من الله لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدل عنه. طيب، هو الآية قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو أمره أن يحكم بالحق، وابن كثير يقول يحكم بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى. من أين جاء بهذا ابن كثير؟ الأمر أن يحكم بالحق، وابن كثير يقول الحق المنزل من عنده. لأنه لا يمكن أن يكون حق إلا وقد شرعه الله عز وجل، لأن الأحكام
التي يشرعها هو الله عز وجل. فمعنى ذلك إن كانت حق فهي منزلة من الله سواء في كتاب أو وحي، وإن لم تكن منزلة من الله فهي ليست بحق. يعني لا يمكن حق ليس من الله، لا يمكن أن يكون هناك حق وهو ليس من الله، فكل حق من الله، يعني شيء طبيعي، كل حق من الله. ولهذا الذين يظنون أنهم يأتون بحق لم تأتي به الشريعة فظنهم خائب، لا يكون الحق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعدل عنه، يعني يميل عنه فيضل عن سبيل الله، والسبيل هو الطريق، طريق الله هو الحكم بين الناس بالحق. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد، وهذا يدل على أهمية الحكم بين الناس بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعدل عنها إلا من نسي وغفل عن يوم الحساب. أما من تذكر يوم الحساب فإنه لا يقع في هذا الانحراف العظيم الذي ابتليت به كثير من المجتمعات اليوم. فإنك تجد مجتمعات ابتليت بدساتير وضعية وضعوها بأهوائهم وشهواتهم وليست هي من الحق المنزل من عند الله. والأنبياء مأمورون بأن يحكموا بالحق المنزل من عند الله، وكذلك أتباع الأنبياء. فلا يحل لأحد أن يترك شريعة الرحمن ويبحث عن شريعة الشيطان كما هو منتشر مع الأسف الشديد. فإن كثيرا من المجتمعات الآن لا يسيرها إلا شريعة الشيطان، لأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى أهوائهم ومجالسهم الجاهلة الكفرية ويستمدون منها ولا يبحثون عما في الكتاب والسنة. بل ربما وصفوا من يطالب بالرجوع إلى الكتاب والسنة بأنه شخص رجعي، يقولون هذا رجعي، يريد أن يرجع إلى القرون السابقة. وهذا من غاية السفه، فكيف لا نرجع، كيف لا نرجع إلى تلك القرون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكيف لا نرجع ودين الله واحد ما يتغير؟ ما كان حراما فلا يرجع حلالا، وما كان حلالا فلا يرجع حراما، بل هو دين ثابت. وكيف لا نرجع وديننا شامل لكل شيء، لا يخرج عن شيء، ما في مسألة من المسائل إلا وفي دين الله حكمها، وهي خير من اجتهادات البشر بأهوائهم. وأيضاً من سار على الهوى فإن هذا سبب للضلال، والهوى هو ما يهواه الإنسان. الهوى أن يهوى شيء فيصير الذي يحركه هواه، يهوى الاختلاط توجه للاختلاط، يهوى الربا توجه للربا، يهوى المعازف والغنى توجه للمعازف والغنى، وهكذا. فهذا هو اتباع الهوى، أنه إذا هوي شيء توجه إليه. والأهواء خطيرة جدا، والأهواء هذه منها أهواء شهوانية، يعني تحمله الشهوة عليها، ومنها أهواء وهي البدع. ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء، لأنه ينقدح في ذهنه هوى ثم يبحث يستدل لهذا الهوى، ويلوي أعناق النصوص ليستدل على هواه،
ولهذا فإن الفرق المنحرفة كلهم يسمون أهل الأهواء وأهل البدع. وبين في هذه الآية بأن من اتبع الهوى فقد ضل عن سبيل الله، سواء هوى الهوى البدعي أو سواء الهوى الشهواني، فكلها وسيلة إلى الضلال والعياذ بالله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هو ذكر قصة هنا عن أحد الخلفاء، وهو الوليد بن عبد الملك، قال له: أيحاسب الخليفة؟ وهذا سؤال فيه غرابة طبعا. ليش فيه غرابة؟ لأن بعض المرجئة والجهمية الذين يتابعون الحكام على أهوائهم يقولون: من اختاره الله خليفة هذا ما يحاسبه، هذا إذا اختار الله خليفة معناته رضي عنه، ومعنى ذلك أنه يحبه. انظروا إلى الشبه الشيطانية. وهذا إذا أتيت عند الأمراء والخلفاء ونحو ذلك وحدثتم بمثل هذه الأحاديث فإن هذا فيه خطورة، أنهم ينحرفون ويظنون أن أخطاءهم مغفورة، ولا يظنون أن عذابهم أشد. لكن أهل الأهواء دائما يأتون إلى السلاطين ويتقربون إليهم بما يناسبهم. ولهذا لما جاءه إبراهيم أبو زرعة فسأله الوليد هذا السؤال، فقال له: فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن، يعني أنت اطلعت على بعض نسخ التوراة وقرأت القرآن وفقهت، فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان الله، يعني أنت، وهذا يدل على أنه يخوف العلماء لا يقول بخلاف ما يهوى، ولهذا أمنه وقال: قل في أمان الله. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ يعني الوليد يظن الآن أنه لا يحاسب ما دام أنه خليفة، فهو أجابه بهذا أول، وهذا من حسن الجواب، قال: أنت أكرم على الله من داود؟ طبعا لا يقول، لن يقول ذلك، لأن داود عليه الصلاة والسلام نبي. قال: إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة، يعني مو بس خليفة، خليفة ونبي، ثم توعده في كتابه فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخر الآية. فتوعده الله، فلو كان الخليفة لا يحاسب ما توعد الله داود، فزالت لعلها زالت الشبهة عن الوليد بهذا الجواب المحكم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني ليس لها حكمة، هذا الخلق العظيم السماوات وما فيها من النجوم والمجرات، وهذه الأرض وما فيها من الجبال والأنهار والبحار، الذي ظن أن الله خلقها عبثا فهذا ليس من المسلمين ولا من الموقنين، هذا يتهم الله بالعبث،
ما خلقها الله عز وجل بهذه الكيفية وهذا الإتقان وهذا الإحكام إلا لحكمة عظيمة. فمن ظن ذلك فهذا يدل على كفره، كما يظن الملاحدة اليوم وغيرهم أن الله سبحانه أن هذا الخلق هكذا سبهلل ليس وراءه حكمة، ولهذا يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يعني هذا الظن ظن الكفار، لا يظنه مسلم البتة، وإنما المؤمن يوقن بأنها هذه لم يخلق الله باطلا ولا عبثا وإنما خلقها لحكمة. فويل للذين كفروا من النار، يعني أصحاب هذا الظن هم كفار، فويل لهم من النار. ولهذا لا يجوز أن يتشكك أحد في حكمة الله في خلقه وفي شرعه وفي أمره. ولهذا لفت الله أنظارهم في الآية التي بعدها وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني أيضا من ظن أنه ليس فيه حساب ولا فيه جزاء فهو يتهم الله أنه يجعل المفسدين في الأرض كالمصلحين. يعني أنت ترى شخص مثلا يقتل الناس يأخذ أموالهم يهلك الحرث والنسل ويبقى منعم حتى يموت، ورجل صالح عابد لا يأخذ مال أحد ويموت معه، فهل يسوي الله بين هذين؟ هل هذا من الحكمة في شيء؟ ولهذا الجزاء ليس في هذه الدنيا. انظروا إلى فرعون كيف يقتل الذرية وهم صغار لمجرد أنه قيل له أن ملكك سوف يزول على يدي غلام من بني إسرائيل، فقال ننتهي من بني إسرائيل مرة، ما غلام لم يولد، قال خلاص كل من يولد نحن نقتله. أرأيتم طغيان أشد من هذا؟ إلا أن يكون طغيان بشار الأسد. يعني شخص الآن مثلا يهلك الحرث والنسل ويقتل يهجر ملايين ويقتل أطفال ويفعل ذلك كله لأجل أن يحكم، ما هو خوف، لا بس لأجل أن يحكم، لأجل أن يبقى في الحكم، كل التضحيات وكل هالقتل لأجل أن يبقى يحكم. ويأتي أهل الإجرام يدافعون عنه كأنه لا يجوز أن يحكم إلا هو، ثم يتشدقون بعد ذلك بالحرية والإنسانية. إيش هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ حرية إيه وإنسانية إيه؟ يعني شخص يهجر الملايين من أبناء شعبه ويقتل النساء والأطفال لغرض واحد وهو أن يحكم، ما هذا؟ ثم يأتي من يدافع عنه ولا يمسه بسوء ويتحمل هذه الجرائم، ثم بعد ذلك لو أحد عذب قط ولا عذب بقرة لأقاموا عليه دعاوى وقالوا هذا يعذب الحيوانات. يعني لو رأوا مقطع في واحد يعذب حمار فإنهم ربما أقاموا عليه حكومة ودعوة لأن هذا يعذب الحيوان ويعذب الحمار. أرأيتم التناقض كيف يكون؟ أرأيتم لما يصدق فيهم أنهم اتبعوا الهوى، فإن صاحب الهوى يأتي بالعجائب لأن الله أضله عن سبيله. فهل الله سبحانه وتعالى حكمته ترضى أن يسوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هذا لا يمكن البتة، ولا يجوز أن يظن في الله ذلك. قد يقول قائل طيب الموضوع طول، الناس يقتلون، هذه حكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل الناس لا يدرون فيها، يذهب فيها من لا ذنب له في الدنيا
لكن وراء ذلك حكمة. ألم تقرأوا قصة أصحاب الأخدود الذين أسلموا فخدت لهم الأخدود؟ ما وقعوا في غلطة واحدة، أسلموا فأدخلوهم في النار فورا، أسلموا فأدخلوهم في النار. طيب ما أنقذهم الله من النار؟ لحكمة، لحكمة عظيمة. ولهذا بعض الأنبياء يقتلون، لأن الدنيا ليست هي دار الجزاء، هذه الدنيا ليست هي دار الجزاء. ولهذا انظروا إلى ما يحدث في البشرية أحيانا من الحروب والمجاعات والموت، ليس هذا هو دار الجزاء، لكن عند الله عز وجل لا يجعل الله المفسدين كالمجرمين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يكون البتة في حكمة الله عز وجل. ومن ظن ذلك فهو كالذي يظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا. ثم قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الرشيدة. فإن الناس لهم عقول، لكن في عقول تسمى عقول معيشية أو العقل التكليفي، وفي عقول رشيدة. ولهذا تجد إنسان عنده عقل في الصناعة، يصنع طائرات وغيره، لكن عقله ليس برشيد، عقله ليس برشيد. ولو كان عقله رشيد لاتبع الحق، وإنما عقله عقل تكليف يكلف عليه، يحاسب عليه، يسمى عاقل، وليس كالمجنون الذي يحجر عليه. لكنه ليس من أولي الألباب الرشيدة. ولهذا هذا القرآن العظيم يحتاج منا إلى التدبر، والتدبر هو التأمل في بلاغته، في أحكامه، في مواعظه، في وعده، في وعيده. ولا يمر علينا من غير تدبر، لا بد أن يتدبر ويتأمل ويبحث عن معانيه ويقرأ تفسيره حتى يعرف، لا بد أن يتدبر. وهذا التدبر يسبب له التذكر، فيتذكر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: الذين لا يرون بعثا ولا معادا إنما يعتقدون هذه الدار فقط، ولا يهتمون بالآخرة ولا يفكرون لها البتة. وهذا إلى حد ما يكاد أكثر المجتمعات الكافرة الآن على هذا الشيء. ولهذا هم يهتمون بالحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأما الآخرة فهم لا يفكرون فيها. ولهذا ترونهم لا يجعلونها في مناهج تعليمهم، ولا يهتمون بها كثيرا. والحكومات عندهم همها الدنيا، يعني لا تبحث في تعليم الناس العقائد ولا في تربيتهم عليها، وإنما يعلمونهم الدنيا فقط. ولهذا من مسمات العلمانية الدنيوية، الدنيوية. لماذا؟ لأن القساوسة المنحرفين كانوا منحرفين عن الدنيا تماما. شوف، انحراف قابله انحراف، منحرفين عن الدنيا تماما. ولهذا لا يتزوجون ولا يتمتعون بالطيبات ولا يلتفتون إليها، ويرون أن الغني لا يدخل ملكوت الرحمن،
ومن أقوالهم دخول الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول غني في ملكوت الله عز وجل. ردة الفعل العنيفة ضدهم لما تركوا هذا الدين بطقوسه المنحرفة، قالوا ما يهمنا الآخرة، أهم شيء الدنيا، علينا نحن أن ننمي حياتنا الدنيا ونرفه أنفسنا فيها ولا نلتفت، فسموا العلمانية الدنيوية. وبعض من الناس يسمع كلمة العلمانية ويظنها كلمة بسيطة، إما مبنية على العلم أو نحو ذلك، وهذا من خداع المصطلحات، صرنا نستورد مصطلحات أعدائنا، وإلا في الحقيقة هي يعني لما تقول هذا بلد علماني فيعني لا يهتم إلا بالحياة الدنيا فليس من شأنه الآخرة. لما تقول هذه حكومة علمانية فهي لا تهتم بالآخرة، ولهذا لما تأتي إلى مناهج تعليمهم التي يربون عليها الناشئة ما يعمقون فيهم مسألة الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، الجزاء، الحساب، ما يلتفتون إلى هذا البتة. ولهذا عاشوا حياة مادية قحلة متعبة سببت لهم الشقاء فكثر فيهم الانتحار ونحو ذلك، بخلاف حياة المؤمنين التي هي متوازنة متوازنة، يأخذون نصيبهم من الدنيا لكنها لا تلهيهم عن الآخرة، ولا يغفلون على الآخرة، ويعلمون أن الإنسان ولو فات عليه شيء كثير من الدنيا فأهم شيء لا يفوت عليه حظه من الآخرة، أهم شيء لا يفوت عليه حظه من الآخرة. ولهذا يختلف، كان السلف الصالح يختلف طريقتهم حتى في التعليم، أول ما يبدون بالصبيان يعلمونهم كتاب الله حتى يحفظونه، ثم يعلمونهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمونهم الوسائل التي يفهمون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أساس، هذا ما يعذر فيه أحد، ما يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك اللي بيتعلم الحرف والصناعات والزراعة ونحو ذلك يتعلمه، لأنه لو عاش وهو لا يعرف هذه الصناعات لا يسأله الله عنها في القبر، لكنه لو عاش ولو مات وهو لا يعرف أمر دينه فإنه يعذب. ولهذا أين يتعلم أمر دينه إذا لم يخصص له من الوقت الكافي ما يعلم أمر دينه؟ فكل ما أوجب الله عليك فلا بد أن تعرفه، أوجب عليك الصلوات لا بد أن تعرف أحكامه، أوجب عليك الصيام لا بد أن تعرف أحكامه، كل ما أوجب الله عليك وجوبا عينيا فلا بد أن تعرفه. فانظروا كثير من البلدان ما مساحة هذا عندهم، انظروا كثيرا من البلدان لأنها تأثرت، ما حجم هذا عندهم، ما مساحة هذا عندهم. فهذه مصيبة من المصائب التي أصابت المجتمعات البشرية، فغفلوا عن الحساب وغفلوا عن أمر الله عز وجل ولم يتذكروا. لكنهم لو تدبروا هذا الكتاب المبارك فسوف يتذكر أصحاب العقول وأولي الألباب. ثم قال ابن كثير: ولا يستوون عند الله، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإننا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، وليس كلهم كذلك لكن نرى منهم أصناف كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار
فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة. وهذا هو جاء به دليل عقلي، وإلا الأدلة في البعث والقيامة والحساب في القرآن كثيرة جداً وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دليل عقلي للذين يماحكون يقولون ما في آخرة. فيقول كيف لو ما في آخرة؟ استوى الظالم والفاجر مع الصالح والمطيع. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ذوو العقول وهي الألباب. ولهذا قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يعني ليس الهدف من القرآن أن تقيم التجويد وحسن التلاوة وتقرأ، وإنما الهدف منه التذكر والعمل بمقتضاه. لأن بعض الناس الآن خف عندهم موضوع القرآن، مجرد سماع يسمعونه، بل إن بعض الحفلات الماجنة والمسرحية وبعض الحفلات التي يكون فيها الكذب والزور ونحو ذلك ربما يفتتحونها بآيات من القرآن، خلاص تعودوا للبركة. ثم بعد ثانيتين يأتي مثلا شاعر بعد القاري فيأتي بالكذب والزور الذي لا يطيقه أحد. طيب والقرآن اللي سمعته قبل قليل، القرآن اللي سمعته معناته أخذ القرآن مجرد للبركة، يعني مجرد تلاوة أو مجرد عادة، يعني اعتادوا على كذلك، فليس فيه تدبر وليس فيه تذكر، ليس فيه تدبر وليس فيه تذكر. ولهذا أحيانا لا يهتمون به، وإنما يترك القراءة لصغار القوم، صغار القوم يقرؤون، لكن كبار القوم ما تجدهم يهتمون بذلك، كأنه صنعة من لا صنعة له. وأما في البلدان اللي فيها البدع الذين يقرؤون عند المقابر فتجدهم يتكسبون به، يجلس على طريق الناس وهم ذاهبين المقبرة ويهز راسه ويقرأ، بس يهز راسه ويقرأ، حافظ لكن ما في، يعني لو تدبر القرآن ما جلس هذا المجلس، لو تدبر هذا القرآن ما جلس هذا المجلس. وإذا مات عندهم ميت جابوا هذا القارئ يقرأ 3 أيام، طبعا هذا كله من البدع، ما يقرأ 3 أيام ثم بعد ذلك انتهى، إذا انتهت 3 أيام حطوا شريط أغاني بداله. فهل هؤلاء ألا ينطبق عليهم قول الحسن البصري أنك ما يقرأ القرآن يقرأ الحروف لكن ما تراها مؤثرة في خلقه ولا في عمله؟ نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.